يعني لو هياخد كل مواد علمي، ياخد فيزياء وكيمياء وكل المواد بتاعت علمي زائد علم رياضة، اعتقد ده هيبقى كتير على طالب جدا في الثانويه العامه جدا. هو الطالب ملاحق اصلا ان هو يدرس مواد العلم لوحدها والادبي لوحدها، هم 8 مواد، واحد ما بيلحقش، طلبه ما بتلحقش. انا اختي لسه خارجه من ثانويه عامه، ما كانش بتلاحق الا بين المذاكره دروس طول اليوم، مراجعات هنا مراجعات هنا، 14 ماده. ده طبيعي؟ ده منطقي؟ لا خالص. ما ضايقك اصلا، هو داخل علمي ليه؟ ما هو داخل علمي عشان هو مش حابب مواد ادبي، فهو لما هياخدهم فمش هيعمل فيهم حاجه، مش هينجز حاجه. يعني انا دلوقتي مثلا طالب علمي، انا بميل للمواد العلميه اكتر، ليه ادرس تاريخ؟ كويس، لان احنا اصلا حاليا بنعمل كل حياتنا ومذاكرتنا، وحتى بنكلم المدرسين عامه او كدكاتره عشان في جامعه على الفيسبوك وجروبات وكده. والله دي حاجه كويسه جدا، بس يستخدموها صح ويطبقوها في كل المدارس، يعني في المدارس الحكوميه قبل المدارس الخاصه والمدارس الانترناشونال والكلام ده. ده التقدم يعني، خلاص يعني ما بقاش حد عنده كمبيوتر، بقى فيه تاب والتاب اختصر في الموبايل، ويعني بقت كل الناس بتعمل كل حاجتها على ده. متهيألي محدش ولا حد هيعتمد على التاب بعد كده، ولا مذكرة ولا ملزمة، وكله هيعتمد ان هو بيبص في التابلت او الايفون او اي حاجة. مش هيبقى منطقي فعلا، يعني الطالب مش هيعتبرها لعبة، حاجة للترفيه للتسلية مش اكتر ولا اقل. معظم اللي هم داخلين بعد ثانوية عامة اللي هي الحاجات المهنية شوية دي بيبقى فاقد اللغة، ما عندوش لغة، ولا وحتى في اللغة العربية تعبان. هي ده صراحة حلو، يعني ان هم يبقوا معاهم الفنيين، يبقى معاهم لغة زيادة وكذا، ثانوية عامة وكده. هو ده صراحة يعني مرجح حلو. يعني احنا ما بناخدش في مصر بالتعليم الفني، مش مدين له أهمية، مع ان هو في بلاد تانية ليه أهمية جامدة جدا. يعني في ألمانيا التعليم الفني ده من الحاجات المهمة جدا، يعني أحسن من التعليم العادي. وحتى بره دلوقتي مثلا لو انت بتطلبي هجره بره في كندا او كده، بيطلبوا نوعيه التعليم العالي الفني. احنا في مصر مش بنديله الاهميه دي، بنشوف ان هو حاجه مش مهمه. وفي مصر يعني حاجات زي دون بوسكو وكده، دي حاجات كويسه جدا.